نعم نعم ولكن كذب وتولى نعم ثم ذهب إلى أهله يتمطى نعم يتمطى نعم أولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى الله أكبر فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم ما شاء الله سبحان الله العظيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أنا عاجز عن تعليق وعاجز عن كلام لا إله إلا الله استطاع شوف القرآن الكريم كيف نفذ إلى صدر هذا الغلام الذي ترونه الآن يتحرك هذه الحركات الغريبة ومع ذلك يقلد ويقرأ بهذه القراءة الصحيحة يقرأ رواية حفص على أصولها ويقلد الشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط تقليدا مباشرا ما شاء الله أسأل الله رب العرش العظيم انتظر أسأل الله رب العرش العظيم وبهذا المجلس الطيب الكريم الذي تلي فيه القرآن الكريم أسأل الله عز وجل أن يشافيك وأن يعافيك أسأل الله تعالى أن يجدد أملك وأن يبدد ألمك يا رب العالمين أسأل الله عز وجل أن يرزقك الصحة والعافية وأن يبارك فيك وفي أبيك وفي أمك أحسنت وأحسن الله إليك وجزاك الله كل خير أحسنت يا بني وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكان الختام مسكا أيوة كنت مسك الختام قل له سورة الكهف يلا سورة الكهف بدايتها الحمد لله الذي أنزل قال لي وش قال لي أيوة قال يا بني رقم الآية قال يا بني خمسة رائع فرقم الصفحة صفحة 236 جيد رائع الجزء رائع ما شاء الله انتظر يوسف انظر إلي يا بني كمل شوف قال الله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ايش من سورة هذه؟ المائدة نقلب اسمع وش من رقم آية وش من رقم الآية كم؟ حتى الباب قلد معلش رقم الآية يا يوسف صديق حتى الباب يشيل باب قلد معلش وش هذه وش من آية هذه؟ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه سبعة وأربعة ما شاء الله الجزء السادس الله أكبر الحزب شوف هذه الثانية عشر ما شاء الله مئة وعشرون ما شاء الله ما شاء الله شوف وإذ قالت الملائكة يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم وش من آية؟ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين هذه وش من آية؟ وش من آية؟ رقم الآية؟ ما شاء الله رقم والله 42 ما شاء الله وش من سورة؟ آل عمران ما شاء الله وش الجزء؟
صفحة. أحسنت. وش من صفحة؟ الصفحة نقص لك عليها رقم دي. الصفحة 55. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. انتظر انتظر. 100. شوف يا بني، شوف هذه. واتلوا عليهم نبأ نوح. هيا قول. واتلوا عليهم نبأ نوح. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. الله أكبر. رقم الآية ما شاء الله. أمرت أن أكون من المسلمين على لسان نوح. أيوة. رقم الآية كم؟ 71. الله أكبر. والله هي كذلك. ما شاء الله. رقم الصفحة. رقم الصفحة 217. كذلك. رقم الجزء. رقم الجزء. الجزء 11. الله أكبر. هو كذلك. ما شاء الله. لا إله إلا الله. ما شاء الله. شوف هذه الآية يا بني. شوف هذه الآية. يخافون ربهم. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة النحل. الآية 50. الله أكبر. 50. الصفحة 272. الله أكبر. هو كذلك. الجزء. الجزء كم؟ الرابع عشر. الجزء الرابع عشر. لا إله إلا الله. خلوا لهم المصحف بشوفوا. طيب حط لهم صفحة. طيب قلبوا تصوروا الكاميرا. شوفوا شوفوا معي المصحف يا جماعة. 65 إلى. شوف يا شوف يا بني. شوف تعال الآن. إلى 75. صوتي صار. سيدي الحاج تعرفه وقلب الصفحة على قلب المصحف. شوفوا الآن معي الآية. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وش السورة؟ الأنبياء. الله. الآية 50. الله أكبر. شوف 50 ما شاء الله. طيب الصفحة هذا على كل هذا زائد صفحة دائما. صفحة كم هذا؟ 226. الله أكبر. زائد صفحة كما قلت لكم. طيب الآن أعطيك. طيب. شوف أنا أعطيك الآن رقم الآية من سورة العنكبوت وأنت جيب لي السورة. يلا. طيب أنت مستعد يا بني؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. يا بني لا تدخلوا من باب واحد يا بني رقم من أبواب متفرقة. شوفوا هذه الآية. أعطيني رقم الآية 24 من سورة العنكبوت. اقرأ الآية 24 من سورة العنكبوت. الآية 24 من سورة العنكبوت. الآية 24 من سورة. ما كان جواب. الله أكبر. حقه. أيوة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. الله أكبر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. هذا الرقم كم يا شيخ؟ طيب. شوف. أعطيني رقم يا بني. الآية رقم 150 من سورة الأنعام. الآية رقم 150 من سورة الأنعام. كبر السورة بارك الله فيك. الآية رقم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. الله أكبر. فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بها ياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. طيب الآية الأخيرة الآن. الآية الأخيرة من سورة الكهف رقم 41.
قرب الصورة بارك الله فيك زيد قرب أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أحسن ما شاء الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا يوسف الله. أنت رائع يا يوسف أنت آية من آيات الله لا إله إلا الله أنت حجة الله عز وجل على الناطقين وعلى الأصحاب ما شاء الله لا إله إلا الله ما شاء الله عليك ما شاء الله رائع لا إله إلا الله ما شاء الله عليك نشوفك الآن يا بني 78 من سورة الأخيرة يلا الرحمن أي من سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر تكبير تبارك اسم الله تكبير